يا ليل يا بور رواقه يا ليل يا واد يا روقه يا واد يا روقه يا واد يا روقه يا ليل يا بور رواقه امسك يا واد يا روقه يا ليل شايش وباشي ده علاج تشربه الصبح يسد بعت اخر النهار بس كده يخسر عامه هدوه مروقه حلف لك سيجاره ايه تخليك صابر ومستني الاستاذ شهاب للسنه الجايه لا عمنا انا ماليش في الدخان الازرق الله ما يبانش عليك عينيك كلها عفرطه خشربها انا مش خساره فيا تشربها انت انت بتعمل ايه انت بتلف في الشارع ولا ايه انت مش خايف ولا انت ما من البشريه كلها في الحته دي كل الناس اللي هنا حبايبي الله انا بقالي سنين في المنطقه دي وفي الشارع ده بالذات سنين ما هي لقمه العيش هي اللي بتحكم واللقمه هنا طريه على الاخر كل المكاتب اللي في شارع المشتل دي كلها اجدع مكتب فيك يا شارع المشتل ما يكسبش كل شهر زيك يا واد يا روقه طب جد ده ولا ناتش لا تنقي ونبر بقى اوعى يا عم اوعى انت تخمس في وشي انا صنايعي زي الفل وكسيب انما انت بقى ماسك لي فوطه بتنط لي على اي شارع ترك لي عربيه ولا اتنين اي شارع اي شارع امال الشارع ده وديه فين يا حبيبي ده انت راجل طيب قوي شارعك ليه ورث ولا اشتريته في المزاد ما هو اللي ما يعرفش يقول عدس كل شارع في المنطقه هنا له صاحب واحد اشتراه ودفع فيه دم قلبه اشتراه انت بتبعتني ولا بتشتغلني ولا هبت منك يا عم هبت ايه لا ببعتك ولا بشتغلك بس كل منطقه ليها معلم المعلم ده بيوزع الشوارع على حسب مزاجه كل شارع وله تمن وكل ما يزيد العجل يزيد التمن وانت وجدعانتك بقى ولك يا روح رخي زي ما انت عايز الكلام معلوش حساب انت شد يا عم لا بنتش ولا حاجه انت مش عايز تصدق ليه ها انت مش هتصدق الا لما تشوف بعينيك وانا هاخدك اوريك عم بداره بنفسه عم بداره ويطلع مين بداره دراخ ما هو بداره ده هو المعلم اللي خدت عويشه عمري وباع لي شارع المشتل ده باع لك وده بيبيع قطاعي ولا جمله انت بتهرع اخويا هقول لك ايه ما انت مش هتصدق الا لما تشوف بعينيك يا روى يا روى ايوه انا اسمي ايوه كده انت كده مواعيدك مية مية لو كل الناس مواعيدها زيك ما كانتش خربت ثانية واحدة اجيب لك السبايك يلا سيدي خمس بواكي اهو هتعدهم ولا بركاوي خليها بركاوي زي كل مرة تمام سلام سلام متنقش يا اخويا متنقش دي جمعية انا داخلها اصل بيني وبينك انا منظر على حتة ارض على الطريق الصحراوي هروح ارميهم فيها واوعى يا عهدي بيه انت صاحب مكان ولا يمكن ابدا احاسبك زي الزبون الطيار وحسابك زي ما قلت لك كده بالظبط ماشي يا اسطى امين حسابنا كده فله وما تراجعنيش اتفضل برضو ماشي يا سيدي ودول بقى اللوستر الجديد اللي اشتغل امسك ماشي يا بيه اللي تشوف بالحق هو جيكا مشي من الورشه يا ريتك افتكرت لنا مليون جنيه ايه يا اسطى اللي بيضحكك بتطوروا على شكلي ولا ايه اصل عهدي بيه لسه بيجيب في سيرتك قلت له يا ريتك افتكرت لنا حاجه حلوه ايه يا اسطى وانا حاجه حادقه يعني سلام يا عهدي باشا معلش ما عملناش الواجب سيبك من عهدي بيه وقول عملت ايه مع الاستاذ شهاب خلصت له عربيته انا اللي خلصت يا اسطى فضل راكني طول النهار في ناحيه الشمس وفي الاخر راح يجيب موبينا للعربيه وجالي بعد كده ايد قدامه وايد ورا وقال اتصرف انت المهم لخص عملت ايه ظبطتها لسه يا اسطى بكره الصبح اسقط على بنز في شارع المعروف استقضي الموبينا واروح دي حاجه حلوه قوي يعني ضيعت لي اليوم كله جنب الدبانه اعمل ايه يا اسطى ما انا تحت امر الزبون يشتري ويبيع فيا زي ما هو عايز ما انا متشحطط للدق على حسه طيب اخويا خش غير هدومك وبص لي على القتيله دي بكره يا اسطى انا هلكت النهارده هي القعده جنب الدبانه بقت بتهلك دلوقتي يا فتيحه لا يا اسطى المشاوير اللي عماله سكها رايح جاي على الفاضي هي اللي بتهلك ماشي يا جيكا انت صحيح صنايع مفيش اخوك ومفيش زيك في الصنع لكن مالكش تقل عليه ولع يا زفت يا سلخه
كده يا سميحة؟ كده ترضاني الرمية دي؟ اللي أنا فيه ده كان عشانك، عشان تكبر وتبقى ضهري اللي تركن عليه لو الدنيا مالت بيا. قوم لما احتاجك يا أخويا وامدلك إيدي واستنجد بيك، تقف تتفرج عليا. لو ما كفتكش الفرجة وبس، ده انت كمان اديتني ظهرك واتبريت مني. مالك يا اختي؟ حسبي يا بنت تتاخري شوية، تاخري عشان اقعد. ايه يا اختي بيكي ايه؟ دماغ بتودي وجيب. طب ما تسيبك من مشاورها دي وما تطوعيهاش ونامي في يدك. ياريت نقدر انام يا اختي. ما هو ده اللي يمرضك ويجيبلك الكافيه في حبستنا دي. اللي يضايقك ارميه ورا الظهر، ما يستاهلش انك تفكري فيه اصلا. قومي نامي انتي، انا هبقى كويسه. ما انا لو في حد صاحي في العنبر جنبي معرفش انام، يجيلي هس. يلا نامي يا حبيبتي، يلا نامي. انت اسمك ايه؟ سميحة. وانا رجاء. يلا نامي يا سميحة، تصبحي على خير. انت من اهل شكرا يا رجاء. اتفقيني في سنينك اللي جاية وفي سنينك اللي راحت، لو افتكرتيني فاهمة الكلام ولا عيب تاني؟ فهمت يا سميحة، فهمت يا اخو. يخرب بيت عقلك، انا ما كنتش فاهمك كده خالص. يا لهوي. وفهمت؟ الا فهمت. انا مش عارفة انت طلعت لي منين، ده انت ما كملتش يومين في المكتب. هو تحسب ان انا جيت المكتب عشان خاطر سمعة الاستاذ فتحي الشناوي؟ من اولها هنكدب وهتقول لي رحت المكتب علشان اشوفك هناك. لا، انا رحت المكتب هناك علشان اشوفك هنا. اموت في الموزه بنقطه. ده انت اللي هتجيب لي النقطه. انت ما بتنهدش؟ مش عندك محكمه بكره؟ محكمه؟ ده انت اللي محكمه. انا بتكلم جد، انت مش هتروح تحضر الجلسه بكره مع الاستاذ فتحي؟ لا تحيانا، الموضوع ده خلاص، القضيه دي دوري فيها خلص. بح. يعني انت مش رايح؟ انا كتبت المرافعه النهائيه وطلعت استغراض الاستاذ اللي يكسب بقى القضيه، هو بقى بكره يكمل في المحكمه. هو مش معقول يا سيدنا مد ايدي على التورتايه، هو لازم يلهطها لوحده مش هو الاستاذ. وانت متاكد انه هيكسبها؟ دي القضيه دي شغالين فيها في المكتب بقالهم 3 سنين، متأكدين انها خسران. شوفي يا تحية، انا عايزك تفهمي من هنا ورايح، اي قضية اشتغل عليها زي كده لا يمكن اخسرها. فهمت، بس اللي فهمته اكتر انك حاجة من اتنين، يا مغرور قوي يا ذكي قوي. انا الاتنين، او ممكن ابقى التلات والاربع وكل الاسبوع لو عايزه.